وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور محمد علي الأنصاري، الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. دكتور، بداية نرحب بك، ولو تحدثنا عن أهمية هذا الفوز لمملكة البحرين في هذا المحفل الدولي. مساكم الله بالخير. بالتأكيد هذا الإنجاز إنجاز كبير يعد لمملكة البحرين، هذا المرة الثالثة اللي تحقق في البحرين هذا الإنجاز، يتم انتخابها في عضوية مجلس حقوق الإنسان. النسبة اللي حققتها البحرين 86% من الأصوات، ما يؤكد أن هناك إجماع دولي على اختيار البحرين لهذا المكان المهم والحساس والحيوي. بالتأكيد مملكة البحرين هذا السجل الحافل اللي في مجال حقوق الإنسان مع بداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، تم تدشين الكثير من القوانين المحلية بالإضافة إلى المبادرات اللي عززت مسيرة حقوق الإنسان في مملكة البحرين. نحن على سبيل المثال في وزارة العمل ظفرنا بجانب كبير من هذه الرعاية الملكية السامية. فمثلا في عام 2002 لأول مرة في المنطقة يكون في قانون مخصص للحريات النقابية، فتحت الأبواب للحريات النقابية في البحرين، وأتيح للبحرينيين أن يكون لهم نقابات تمثلهم في المفاوضات الجماعية. ما كرس في البحرين حق العمال في أن ينتخبوا ويرشحوا أنفسهم بالنقابات داخل شركاتهم في القطاع الخاص. طبعا البحرين أيضا كانت سباقة في الكثير من التشريعات في المجال العمالي، مثلا أيضا على سبيل المثال حرية انتقال العامل الأجنبي، هذا المشروع الرائد الذي صان وحمى حقوق العمالة الوافدة في مملكة البحرين. بالإضافة إلى أن البحرين أيضا تم انتخابها في إنجاز آخر في عام 2017 في عضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للمرة الثانية. نشوف مجمل هذه الإشادات الدولية في مملكة البحرين في المجال الحقوقي يؤكد أن البحرين أخذت هذا المكان وصوتوا للأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بجدارة وباستحقاق. إذن نعم، إذا الدكتور محمد علي الأنصاري الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، شكرا جزيلا لك.